وعلى شهر الفرحه، شهر رمضان باذن الله. وتحس كده انه رمضان له نسايم بجد، يعني اولا جو لطيف جدا ونسايم الشهر الكريم والحقيقه الخير اللي بدا كمان يتحسن في مصر، والحاله الاقتصاديه اللي بدات كده يعني ترمي كده راحه كده على القلوب، الناس الحقيقه مستبشره، كلنا مستبشرين خير، هي دي مصر كده، الخير يجي لها ويدخل عليها رمضان بالبركه. وبعدين بقى نتفرج كمان على فن حلو وجميل، فنانين عظام كده يملوا الشاشات ويقدموا لنا قيمة وقامة، إن شاء الله يكون كله خير بإذن الله، وتبقى أيام كلها خير وبركة ورحمات وأوقات جميلة وصفاء كده للنفس ولمة العيلة الحلوة، يعني كل حاجة، يعني كل حاجة جميلة، وصوت النقشبندي وكل الأشياء الحلوة وأذان المغرب، كل الحالة الجميلة. الفنان أحمد ماهر الحقيقة بيقدم دور أكيد مهم. أحمد ماهر مش فنان عادي، عتويل فن، يعني فنان جامد، فنان وجوده معروف وله أدوار كبيرة وعظيمة. يا ترى هيعمل إيه مع العقارب؟ أنا مخافش أبدا على أحمد ماهر مهما كانت العقارب. الفنان أحمد ماهر عن دوره في مسلسل صيد العقارب. مساء الخير يا فناننا. يا هانم مساء الفل، كل سنة وحضرتك بألف ألف صحة والمستمعين بخير يا رب. وانت أنا ما بخافش عليك، يعني عقارب مش عقارب، انت قدها وقدود يعني. يا رب يخليكي. فدورك ايه بقى في صيد العقارب؟ انت مع هتصطاد العقارب ولا العقارب هي هتبقى واقفه قدامك؟ والله يعني حينلنا بعض اللدغات ايوه من العقارب، ولكن ربك المنجي هنصمد بفضل الله. انا عارف، باعتبار ان احنا جوهر العنصر المصري، احنا ابناء الصعيد. فانا الصعيدي الوحيد داخل هذا العمل. يعني انت الصعيدي الوحيد جوه مسلسل صيد العقارب؟ يس. لا ما هنخاف عليك، انا عارف ان انت هتاخد حقك اكيد. فضل الله. المسلسل اجواءه ايه؟ ادينا كده ملامح. والله الاجواء يعني لو قلت رائعه يبقى انا لا اوفي العمل قدره. انما انا الاول مره يعني بلتقي بالاستاذ باهر دويدار السيناريست، واول مره بلتقي بالاستاذ المخرج احمد حسن. فنعمه من ربنا ان ربنا يوفق ويبقى في هذا التوافق وهذا التحاب، وان الانسان يبقى رايح اللوكيشن وكمله انه رايح بيكنيك ورايح يلتقي بأهله وناسه وعزوته. قد كده المجموعة متحاب كده، الفكرة اللي قائم عليها العمل مور اتراكتيف. معانا نجمة جميلة رائعة، غادة عبد الرازق. عودة غادة عبد الرازق إلى الشاشة. بس شاشة غادة رمضان. غادة ليها إطلالة جديدة شكلا وموضوعا في من خلال هذا العمل. يعني للأمانة في أول لقاء أنا ما عرفتهاش. في أول لقاء في صالة البروفات. ده من إيه؟ الأداء ولا الشكل الخارجي ولا الروح؟ لا 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 لا، الإطلالة. الإطلالة يعني هي عاملة حالة جديدة. فأنا الأول وهلة أنا تصورت إن اللي قدامي بنت غادة عبد الرازق. هي عاملة ايه بقى يعلم الله. انت كده بدأت صيد العقارب. والله. بس هي انت كده بدأت طالعة بنتي. طالعة بنتك. طالعة بنتي في المسلسل. انما وحق من قال انا الله، غدا كانت مفاجأة بالنسبة لي، نيو لوك بديع قوي لا يخطر ببال. ان البنوتة بتاعتنا يبقى لها هذه الطلة ما شاء الله، شيء يفرح القلب ويحفز بنات حواء ان هم يحذوا حذوها. الله، ده كلام جميل جدا. يعني انا يعني واضح انه الكواليس كلها جميله، وانا شايفه كده بعض اللقطات، شايفه العمه الصعيدي بتاعت حضرتك منوره اهي. يعني شباب اعملوا فيكس على الصوره دي. ففي الازياء وفي كل الحاجات، وبعدين العمل مليء كمان بال يعني في الاستاذه سيمون، في الاستاذ رياض الخولي، انتوا يعني ابطال الحقيقه. جامايكا ده في
عمالقه موجودين جوه العمل ده. يعني احنا شايفين ربنا صورتك يكرمنا دلوقتي باللفحه، لفحه الصعيدي والرابطه العمه واخر اناقه يا استاذ احمد. فضل الله، ما هو الراجل شخصيه ضخمه وعلى راس عائله لها ثقل. أيوة. ولها عمق ضارب في اعماق التاريخ، وعيله افرزت رجاله، وهو في النهايه رجل عصامي بدا من القاع وصعد الى القمه. أيوة. الرحله دي اثقلته وخلته في اطار وفي كدر خاص جدا. هذا الى جانب بقى ان الاستاذ المؤلف عامل تضاريس للدراما اللي بيطرحها بشكل قد كده مور اتراكتيف، بمعنى الحلقه تخلص الناس هتبقى متشوقه للي بعدها. طب استاذ احمد اسمك ايه في المسلسل؟ اسمك ايه بقى؟ انا الحاج حسن درغام. طب حاج حسن، ما تختم كده بالصعيدي، تقول لنا شيء يعني كده نختم بيه الحلقه. اقول كل عام وانتم بخير. انت بألف خير يا رب. ورمضان كريم عليك وعلينا يا رب. يا رب. واجعلها سنة سعيدة. خلي لك بيتك يا رب. والأسعار ترخص بعد الدفقات اللي بشرنا بيها سيادة الرئيس، وقال إن الحياة هتبقى جميلة، وده بيحصل مع دخول رمضان علينا. يعودوا طيب علينا يعني وعليكم بالخير يا رب. أخي أكيد بالخير عليكم وعلينا، ويفضل المسلسل إن شاء الله يبقى من المسلسلات الجميلة اللي تنور شاشة رمضان. الفنان أحمد ماهر بشكرك شكرا جزيلا، بالتوفيق لكل عناصر الدراما اللي موجودة في مسلسل صيد العقارب.